عليكم. جينا لمدينة إفرا سياحة كما كيعرف كلشي، مدينة إفرا المدينة ديال الهدوء وديال الطبيعة. واخا زعما الله يرحمنا ما كاينش الماء، ما كاينش، ما بقوش البلايص اللي فيهم الماء بزاف، ولكن المهم كتجي كترتاحي كيعجبك الحال فيها بزاف. كاين مهرجان هاد الايامات تبارك الله عامرة، الدنيا عامرة بزاف، جايبين فنانين على شنو البروغرام، جايبين فنانين في المستوى اللي زعما الناس كيعرفوهم في المغرب كامل، كيعجبو الناس. وشكرا. غتحضروا اليوم السهرة؟ ان شاء الله كاين اليوم ناس تتزابوا، نقدروا نحضروا، نقدروا نحضروا ان شاء الله. الناس إفرا الناس الله يعمرها دار، الناس زوينين وكيرحبوا بالبراني. وكما قلت لك حنا إفرا مدينة اللي كتعجبنا وكنجيو لها صيف وشتا. السلام عليكم. السلام. انت من هنا مدينة إفرا ولا جيتي؟ لا انا زائرة ماشي مقيمة. نعم. انا جيت من فاس. تقريب بزاف في إفرا، تنجيو في البرد. كتعجبك مدينة إفرا؟ كتعجبك زوينة. نعم. الأمن والأمان والنقاء، هي تيقول لها سويسرا ديال المغرب. نعم. شنو أحسن بلاصة كتعجبك في إفرا؟ كله 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 كتسرى كله 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 إفرا زوين. ديك الساعة السبع إوا إفرا لا جمال وخير. راه غناو عليه شي عاد لا نهضرو عليه، مرة ما غناو. كتجي كل عام؟ تنجيو في البرد تيكون الثلج وديك الشيء، جينا بهذا العام هذا جينا في البرد ودابا جينا في الصيف، ولكن ما تنقيموش، تنجلسو غير نهار كامل تنتغداو تنتساراو نشوفو المناطق ديالو وديك الشيء وتنرجعو لحالاتنا، لأن حنا قرابين بزاف، يلاه 50 كيلومتر ما بين فاس وإفرا.